مباراة كنا عارفينها تكون صعبة، الظرفية ديالها تعرفوا بلا الآن عندنا 5 ديال النقاط على المرتبة الثانية الثالثة بالطبع، وعارفين بالله خصنا ننتصروا، وهاد خصنا ننتصروا هي اللي دار ضغط على اللاعبين، وبعض المرات اللاعبين كينساو يعني لي طاش لو رول ديالهم لان داخلين في لا بريسيبيتاسيون. الله يحسن العون، كلشي مجند على اساس اني نجيب 3 نقاط، ولكن كنساو الطريقه باش يمكن نجيبو ديك 3 نقاط. فالان اللي يهمنا هي نقطه ثمينه، ولو اننا ضيعنا 2 ديال النقاط لان الخصم كان في المستوى بكل صراحه. الخصم ما ركنش على الوراء، الخصم جا هجم لان انتصرنا عليه في مرحله الذهاب، وجا على اساس انه يسترجع 3 نقاط ديالو. كانوا فرص متكافئة، كان عندنا فرص لينا وليهم، كنا نقتل المقابلة بالكادر التالية، كنا تقريبا شي 5 ديال الفرص، وكذلك تاهم كنا نقتلوا المباراة في آخر لحظة، ولكن الفرص اللي تاحوا لنا كانت قريبة يعني باش نسجلوا هدف. المهم دروس، لابد أن نستنتجوا من الدروس ونحاول إن شاء الله نوجدوا راسنا على اساس اننا نجيب نتيجه ايجابيه في المقابلات المقبله ان شاء الله خارج الميدان، ونحاول ما امكن لابريس نهبطوها، لان احنا في الفيراج دابا وباقي جي موان 7، وخصنا نتعاملوا مع كل مباراه بتركيز كبير ولا خوف على لوسيكا ان شاء الله. احنا يعني عازمين على اساس ان هذا الفريق يرجع للمكانه الطبيعيه ديالو بالطبع. شكرا.